تحية لكم إلى ما كنتم في مستهل حلقة جديدة من الصحافة اليوم. كالعادة قبل أن أبدأ تفاصيلها، استهجان المرأة اليمنية وتحويلها إلى سلطة رخيصة وإقحامها في حروب عبثية لا ناقة لها فيها ولا جمل، وإبعادها أو استبعادها عن مهمتها الأساسية في تربية الأجيال. حوثنة المجتمع وخطره القادم هو القنبلة الموقوتة الأكثر خطرا على الشعب اليمني خاصة. عنواني هذه الحلقة، لكن قبلهما أرحب بضيفي في عبر الأقمار الصناعية الأستاذة الصحفية والإعلامية والسياسية أسماء الحسيني، نائب رئيس صحيفة تحرير الأهرام المصرية. مرحبا بك أستاذ. أهلا وسهلا، التحية لك ولكل مشاهديك الكرام. وحييك، وسيكون معي عبر الهاتف الشيخ عصام هبة الله شريم عضو مجلس الشورى. أبدأ أولا بعناوين الصحافة المحلية من وكالة خبر، والتي عنونت التالي: استشهاد امرأة وإصابة آخرين بقصف حوثي استهدف منازل المواطنين بحيس وتحيتا بالحديدة. مصرع قيادات حوثية بجبهة مران صعدة. 50 مسلحا من قولان يحرقون منازل وممتلكات مواطنين في حبيش إب. مجلة أمريكية: الكونغرس يمنح الحوثيين ضوءا أخضر لمواصلة قتل اليمنيين. وكالة الثاني من ديسمبر: مصرع قياديين ميدانيين لميليشيات الحوثي في مران صعدة. أكثر من 6000 انتهاك حوثي بحق سكان الشق في تايز. غلاب الحوثيون في اليمن إرهاب مركب، والغريب وجود دعم لوجستي غربي وأممي. الميليشيات الحوثية تواصل زك بعناصرها إلى محاولات تسلل داخل الحديدة سرعان ما تنتهي بخسائر فادحة. صحيفة الأيام: نجاة قيادات عسكرية من كمين مسلح بالضالع. الحوثيون يهددون باستهداف الرياض وأبوظبي. مقتل 25 بينهم 3 قياديين في عملية للعمالقة غرب تعز. صحيفة عدن الغد: العولقي جنود التحالف إخواننا ومكانهم في حدقات عيوننا. إقالة قائد بنخبة شبوة. الشمراني يطالب الشعب اليمني بثورة ضد الجميع. قبائل السادة تسلم هياكل حديد للنخبة الشبوانية في أغرب اتفاق بجنوب اليمن. احتجاجات مسلحة لقوات الحزام الأمني بأبيان. الانتقالي يدين عملية اختطاف جنود سعوديين في الجوف ويدعو للتعاون لتحريرهم. موقع نيوز يمن: الطيران يلاحق الحوثيين في 5 محافظات. تواصل فصل اليمن شمالا: 8 زوارق إيرانية للحوثي عبر اللحية. تقرير دولي: بعد انقلاب الحوثي على الدولة الواردات تنخفض بنسبة 40% وتحويلات المغتربين 34% والصادرات 86%. تعز الإصلاح يحشد مسلحيه لاقتحام مقر أبي العباس ومنازل أفراده. من الصحافة المحلية انتقل بكم إلى الصحافة العربية والدولية من صحيفة الشرق الأوسط، والتي عنونت التالي: اعترفت بارتكاب 17 هجوما إرهابيا في البحر الأحمر و22 ألف عملية قنص. ميليشيات الحوثي تتباهى بترساناتها وتتوعد باستهداف الرياض وأبوظبي. اليمن يلتزم تدابير حكومية لمنع التمييز ضد النساء. إجراءات قمعية في حجور وتصفية إمام مسجد في ذمار. صحيفة القدس العربي: صورة من مأساة الحرب، صحفيون يمنيون يلجؤون إلى مهن أخرى. صحيفة العرب اللندنية: واشنطن تصعد خطابها تجاه الحوثيين. وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يبدي قلقه من مماطلة الحوثيين ويشدد على ضرورة احترام الالتزامات في السويد. صحيفة البيان الإماراتية: الإرياني: الحوثيون أداة إيرانية مزروعة في اليمن. صحيفة الدستور المصرية: اليمن تتهم إيران باستخدام الحوثيين كأدوات لزعزعة أمن دول الجوار. صحيفة الحياة اللندنية: المركزي اليمني يحض شركات الصرافة على مكافحة تبييض الأموال. بومبيو: نرفض تقييد المساعدات للتحالف في اليمن.
إذا أبدأ معك أستاذة أسماء، ربما أنت مختصة في كثير من الشؤون العربية والإسلامية في ونائب رئيس تحرير صحيفة الأهرام. عرف عن المرأة اليمنية والعربية تحديدا أنها بذات القداسة والاحترام والتقدير، حتى جاءت هذه الميليشيات القادمة من وراء الحدود ومن مخلفات رواسب التاريخ وسلبياته، واستهجنت المرأة وحولتها إلى ميليشيا مسلحة تخدم أجنداتها. كيف يمكن إعادة المرأة إلى تكويناتها المجتمعية التي تتمثل في أنها المعلمة والطبيبة والمدرسة؟ نعم، أهلا وسهلا. بالطبع المرأة اليمنية لعبت دورا تاريخيا مشهودا معروفا، فملكات اليمن معروفات بلقيس وأسماء وأروى وغيرهن الكثيرات التي يروي التاريخ ذكراهن وأعمالهن التي قمن بها، وحتى القرآن الكريم أورد هذه الذكرى. من يعني من الأشياء التي أعتز بها زيارتي لليمن في أبريل من عام 2014، كان يومها يجري الحوار اليمني الوطني الذي احتلت نسبة النساء يومها 30% من مكونات هذا الحوار. يومها كانت المرأة تريد أن يكون لها دور فاعل ومشاركة فاعلة، ومن قبل كانت المرأة وزيرة وسفيرة في اليمن ومعلمة وطبيبة ولها مشاركة واسعة ولها احترام كبير لمسته بنفسي. المرأة مقدمة في أي طابور لا تقف ويفرض لها المجال في أي مكان. بالطبع ما ارتكبته ميليشيات الحوثيين من انتهاكات واسعة في حق النساء هو أمر مدان بكل معنى الكلمة. هذه الانتهاكات التي وثق لها بأنها يوازي 40,000 انتهاك، أن النساء التي قتلن في منذ استيلاء الحوثيين على البلد ومقدراته في مناطق الحوثيين منذ سبتمبر عام 2014 وحتى الآن أكثر من 600 قتيلة بين النساء. يتم استهداف النساء وخصوصا ذوات الرأي والنشاط منهن. تم استهداف الصحفيات، أساتذة الجامعات، حتى اللواتي يريدن المشاركة والانخراط في العمل الخيري. وهذا بالطبع أمر لم يعرفه اليمنيون ولا، ومنافي للعادات والتقاليد والإرث اليمني العظيم الذي يقدر المرأة ويحترمها ويوقرها. نعم أستاذة أسماء، برأيك ومن خلال دراستك العميق لمختلف هذه التيارات المتطرفة القادمة كما قلنا من مخلفات سلبيات التاريخ التي عفى عليها الزمن، لماذا دائما ما تستهدف المرأة وتحولها؟ في الماضي كانت في العصر الجاهلي عبارة عن سلعة رخيصة تتخذ من المرأة، حتى جاء الإسلام محرر المرأة وجعلها شريكة الرجل، وشاركت حتى في معارك قتالية وحملت السلاح وكانت نموذج يعني يحتذى به، حتى جاءت هذه الميليشيات المسلحة المتطرفة وحولتها أو قزمت دور المرأة وحولتها إلى سلعة رخيصة بيدها. يعني لماذا دائما استهداف المرأة؟ نعم بالطبع، الإرث اليمني العظيم الذي يستند إلى الإسلام، الإسلام الذي بالفعل حرر المرأة وجعل لها مكانة مساوية للرجل وجعل لها حقوقا وعليها واجبات، جعلها إنسانة كاملة الإنسانية، كاملة الأهلية، كاملة الصلاحيات. هي التي وقفت إلى جوار الرسول عليه الصلاة والسلام ودافعت عنه في المعارك، وهي التي ناصرته، وهي التي بايعها في بيعة العقبة الأولى والثانية. كل مواقف الإسلام تشهد دور قوي ومؤثر للمرأة، ولا يخلو مشهد من مشاهد الإسلام العظيمة من دور المرأة وحضورها. هذا الإرث هو الذي يستند إليه اليمنيون طيلة تاريخهم، وكان موقفهم من المرأة هو موقف الاحترام، رغم بالطبع أنه في بلادنا جميعا هناك مشكلات تعاني منها على طريق التقدم والتطور.
لكن ما واجهته المرأة اليمنية منذ استيلاء الحوثيين على السلطة في سبتمبر 2014 هو أمر يناقض كل المشهد اليمني. استهداف مباشر للمرأة، اعتقال وسجون وانتهاكات، وهي أيضا تستهدف في ذاتها وتستهدف كجزء من المجتمع اليمني الذي يستهدف رجاله ونساءه وأطفاله وشيوخه. استهداف المرأة في رأيي هو استهداف الحضارة، هو استهداف التقدم، هو استهداف الاستنارة، لأنه تقدم كل مجتمع يقاس بمكانة المرأة فيه. وهؤلاء ضد التقدم وضد التحضر وضد المدنية، هي عودة لعصور الظلام بالفعل يتم فيها استخدام المرأة استخداما سلبيا والحط من شأنها ومحاولة توجيه العديد من الانتهاكات إليها واستخدامها كرهينة للضغط على الطرف الآخر الذي يعتقدون أنهم يواجهونه في الحرب. صحيح. أرجو أن تبقي معي إذن أستاذة، دعيني أشرك معي عبر الهاتف عضو مجلس الشورى الشيخ عصام هبة الله شريم. مرحبا بك شيخ مجددا في الصحافة اليوم. مرحبا بك، أهلا وسهلا أخي فارس. شيخنا العزيز، نناقش اليوم أين كانت المرأة اليمنية المحتشمة الماجدة واحترامها وتقديرها لمختلف المجتمعات اليمنية حتى في الحروب القبلية التي كانت تحصل أو أي صراع تجنب المرأة وتصبح بذات القداسة التي عرفها اليمنيون منذ قرون ومنذ عشرات السنين. لماذا جاءت هذه الميليشيا واستهجنت دور المرأة؟ آخرها كان مع الأسف إنتاج فيلم وثائقي باهت فيه أو تبح يعني تفاخرت به في وسائلها الإعلامية تحت مسمى أنها قبضت على ميليشيات تقود الدعارة في الوقت الذي يعني المرأة معروف عن اليمنيين وعاداتهم وتقاليدهم، ولكن التسويق الرخيص للمرأة اليمنية في صناعة في خدمة أجندات هذه الميليشيات. شوف، في الحقيقة كل أنا بما فيه ينضح، يعني هذه الميليشيات لم تترك شيء إلا واعتدت عليه. يعني جاءت المرأة عملية يعني لتدشين موضوع الاستبداد والعمل المنشاوي لهذه الميليشيات. المرأة اليمنية كانت ملكة، حكمت اليمن الملكة بلقيس وأروى بنت أحمد الصليحي. يعني عبر عشرات السنين واليمنيون يحترمون المرأة ويقدسونها ويزيلونها منازل حسنة. عندما كانت تلتقي القبائل في حروب يمنية لم تكن المرأة ليعتدى عليها، كانت المرأة اليمنية تستطيع أن تنزل إلى الأسواق في إطار في 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 أثناء اشتعال الحروب والمعارك بين القبائل اليمنية. كانت تستطيع أي مرأة من الطرفين أن تذهب إلى السوق وتأخذ حاجياتها دون أن تمسها أي من القبائل المتقاتلة. كنا نتعود أن المرأة اليمنية إذا حضرت في محفل ما أو حتى في إذا مرت في طوقات بسيارة لا يتم تفتيش هذه السيارة ويتم احترامها. المرأة اليمنية يعني لها أدوار بطولية كبيرة ولها تاريخ حريف، لها احترام ومكانة يعني خاصة عند اليمنيين يعني وفي مخيلة الإنسان اليمني. المرأة اليمنية على مستوى الريف كانت هي أم لكل القرية وهي خالة للجميع. المرأة في صنعاء القديمة أو في الحديدة القديمة وفي حارة السور وفي حوار الشعبية وفي الأزقة كان يتعامل معها كل الصبية وكل الشبان وكل بأنها أم الجميع وخالة الجميع. لم يتم انتهاك المرأة، لم نسمع عن اعتقالات. اختلفنا سياسيا على امتداد 50 سنة من بعد الثورة منذ زوال الأئمة. يعني اختلفوا الناس سياسيا في شمال الوطن وفي جنوبه، لم نسمع عن اعتقالات طالة النساء، لم نسمع على تصفيات وغيالة طالة المرأة، لم يتم إشراك المرأة في عمل منشاوي لكي تحمل السلاح وتدخل إلى المنازل وتداهم المنازل وتفتش حتى تلفونات النساء السيارة. لقد ارتكبت هذه الميليشيات يا أخي كل أنواع الأعمال المجرمة والمكيسة اجتماعيا وأخلاقيا ودينيا. لقد ضربت يعني عض الحائط بكل القيم الاجتماعية. صحيح. والإنسانية والدينية. يعني لم تترك شيء لكي ينظر إليه اليمنيين في قادم الأيام باعتباره إيجابيا. يعني حتى عندما تنتج مثل هذه الأفلام الوثائقية التي تعتقد أنها تفاخر بها، تدل دلالة قاطعة أن هذه الميليشيات لا يمكن أن تكون تنتمي لليمن، لأنه هؤلاء النسوة هن عرضك. صحيح. إذا كنت تدعي أنك يماني وأنك تحكم هذا الشعب، حتى وإن أسأنا بعض أخواتنا أو أمهاتنا أو حتى يعني أبناء مجتمعنا، فلا يجب
ولا ينبغي حتى شرعا بالتشهير بهن والحديث على هذا المستوى الرخيص وإطلاق الأفلام التي ستصبح وثائق للآخرين يستدلون بها علينا أن لدينا من شبكات الدعارة وغيرها. كذلك أرادوا من خلاله أن يسيئوا لليمن ولليمنيين وتاريخهم نظرا للأحداث ومستوى الكراهية التي ينظر بها هذا التيار المتعجرف الذي لا ينتمي أساسا إلى اليمن وليس له أي ارتباط تاريخي باليمن وأنه مجرد متورجين جاءوا من خارج التراب اليمني. نعم شيخ عصام، هل تعتقد أن هذه الميليشيا التي سوقت المرأة اليمنية بهذا التسويق الفاضح والمخزي مبررا للاختطافات والجرائم البشعة التي مارست هذه الميليشيا بحق المرأة اليمنية وخصوصا صناع الرأي ومن يناوئهم وحاولوا يسوقوا أن هذه عصابات ما سميت بحسب إعلامهم بالدعارة، يعني لو على فرضية ذلك لماذا تم التشهير بها في وسائل الإعلام بدل أن هنالك سلطات قضائية وبالتالي هذه قضايا تظل داخلية وتذهب في منحى السلطة القضائية على فرضية لو صحت، لكن ألا يعني هذا أنها فضحت نفسها بنفسها وأنها تريد أن تغطي على فشلها المخزي والفاضح وعلى جرائمها التي ارتكبت بحق المرأة والأم والأخت اليمنية؟ يا أخي لا ينبغي لأي نظام سياسي أن يشهر بشعبه. إذا افترضنا بين قوسين أن هذا أصبح نظاما سياسيا لليمن وأنه بات حاكما ولو بالأمر الواقع، لا ينبغي لهذا النظام أيا كان أن يشهر بشعبه وأن يحول هذا الشعب إلى أداة رخيصة للابتزاز للأمر السياسي. ما بالك بالحديث عن أعراض الناس والنساء؟ يا أخي مثل شعبي عندنا في اليمن يقول لك يعني أن فلان يدفن على دقنته، يعني معنى ذلك أنك تسيء في الأخير إلى نفسك، إلى أمك، إلى أختك، إلى جارتك، إلى قريبتك، إلى أنسابك، إلى يعني هذه المرأة التي أخطأت في كل دول الدنيا حتى وإن أجرمت مرأة أو رجل هناك وسيلة للإصلاح والتصريح وتهذيب هذا الانحراف السلوكي. صحيح. الذي يعني إطلاقا أنه يعني شر مطلق حتى وإن حدث ذلك، هذا لا يعني أن ذلك ربما بعض الفتيات التي وقعنا في مثل هذه الشبكات إذا افترضنا صحتها كما تطرقت لا يمكن أن يكون هذا سلوكهن أو هذه أساس تربيتهن أو أهلهن أو هذا، قد يكون وقعنا في فخ أو قد يكون صحيح. يعني يكون ضحايا لتربية ما أو انحراف مجتمعي أو ربما لوجود بعض الخلل في الأسر، لكن هذا لا يعني أن تجسد هذه القضايا الانحرافية في السلوك لدى البعض بأن تصبح يعني تجعلها تاريخا ووصمة عار في جبين اليمنيين عندما تنشر مثل هذه الأفلام وتوثقها وتحاول من خلالها أن تدلل على أعمالك البشعة والانتقالات التي تقوم بها. نعم. وتجعلها مبررا لاختطاف النساء وللزج بهن في السجون ولممارسة الرذيلة معهن. نعم. هم من يمارسون الرذيلة. نعم. الحوثي هم من يمارسوا الدعارة، هو وعصابته هو من يقتل النساء والأطفال ويسلبهن أعراضهن ويأتي لكي يتحدث عن أفلام وثائقية تسيء لليمنيات. نعم. خسئت أعماله وسوف تكون عاقبة هذا التيار وخيمة لأنه لم يترك لا دما ولا عرضا ولا صحيح. أرضا إلا استباحها. أرجو أن تبقى معي إذن شيخ عصام. أعود لك أستاذة أسماء، يعني على فرضية كيف يمكن التفريق هذه الميليشيات المتطرفة التي تقمصت بعباءة الدين، هي تتحدث أن الإسلام أيضا شارك المرأة وخرجها إلى ساحة المعركة كما فعلت خولة بنت الأزوار، كيف يمكن التفريق ما بين إسقاط هذه النظرية على هذه الميليشيات التي أيضا تتاجر بالمرأة وتسلحها وتحولها تحت مسمى مثلا زينبيات الميليشيات الحوثية وتسقط عملية خولة بنت الأزوار التي خرجت مثلا للمشاركة في هذه المعركة أو غيرها من النساء التي كان يعني يختلف المكان والزمان والوقت، اللهم أسقطت هذا المسمى عليها ووظفت المرأة اليمنية لمشروعها الطائفي المذهبي المقيت. نعم، ميليشيات الحوثيين في اليمن تنتهك كل الخطوط الحمر والعار والخطيئة التي ينبغي الحديث عنها هو ما قامت به من اختطاف الدولة اليمنية والاستيلاء عليها بالقوة
بعد أن كانت جزءا من الدولة وجزءا من الحوار الجاري، إذ بها تختطف الدولة كلها ومقدراتها وتستبعد كل القوى الأخرى وتوقع اليمن كله في براثن الحرب والدمار. لم تكن جزءا من الدولة أستاذ أسماء، يعني هي ميليشيات تدعت أنها لديها مظلومية، خصوصا في الحروب التي قادها النظام 6 حروب على هذه الميليشيا، ودخلت مؤتمر الحوار هكذا يعني بالصدفة ودعت أنها تحمل مظلومية، حتى خدعت الجميع واستولت على السلطة بقوة السلاح وميليشياتها وقطع الطرق والمرتزقة إلى غير ذلك. نعم، هو للأسف خداع. بالطبع ما قامت به من استخدام النساء والأطفال هو جريمة في حد ذاتها، ليس بالطبع هناك أي صلة بين ما تفعله وبين المثال الكبير الذي تتحدث عنه، خولة بنت الأزور وغيرها من الصحابيات الجليلات اللواتي كنا يدافعن عن الإسلام. أما هؤلاء فقد قاموا على باطل واستولوا على السلطة بالباطل، وبالطبع لا يجوز أن يكون هذا التشبيه جريمة، أن يستخدموا الأطفال وأن يستخدموا النساء، وجريمة أن يتم قتل كل هذا العدد الكبير من النساء وارتكاب كل هذه الانتهاكات. وبالتالي هناك حاجة لأن يتحرك المجتمع الدولي الذي يقف مش يشاهد متفرجا على كل هذه الانتهاكات متواطئا في القتل. نعتبر كل من يقف متفرج هو شريك في عمليات القتل وعمليات الاستباحة للشعب اليمني الذي يقضي الآن عشرات الآلاف منه حياتهم جوعا ومرضا وتشردا ونزوحا. هذه أكبر جريمة في التاريخ ويجب أن يوضع لها حد. المباحثات التي تمت أخيرا وتم الاتفاق بها على اتفاق الحديدة في سويسرا، لا يمكن أن يستقيم السلام والحرب في آن واحد، يجب أن يكون هناك أن تصمت أصوات البنادق والمدافع حتى يتيسر أن يكون هناك بداية لعملية سلمية، رغم أن هناك أطراف عديدة غير مقتنعة أساسا بأن يكون هناك سلام مع هؤلاء الذين استولوا على السلطة في غفلة ومن الآخرين. وبالتالي هناك حاجة لأن يكون هناك وقفة كبيرة للمجتمع الدولي مع هذه الانتهاكات المريعة، وخصوصا مع النساء والأطفال، مع الفئات الأضعف والأقل أقل هشاشة في المجتمع اليمني. نعم أستاذ أسماء، أين دور الاتحادات المرأة في العالم العربي والإسلامي؟ أين دور المنظمات التي أزكمت أنف العالم تحت مسمى حقوق الإنسان وحقوق المرأة وحقوق الطفل إزاء هذه الجرائم التي لم تعهد في التاريخ؟ نعم، بالطبع تحركات الحوثيين كلها تجاه المرأة يعني أنهم في حالة تخبط، أنهم في حالة جنونية، لأنهم لا يدرون ما هذه التصرفات وعواقبها. هم أيضا يزعجهم هذا الدور النشط، هذا الدور الكبير الذي تقوم به المرأة اليمنية التي لم تستسلم، التي قامت بالمظاهرات في صنعاء وفي غيرها من المدن اليمنية في أماكن سطوة الحوثيين، تصدت لهم ولم تهابهم في كثير من الأحيان. تحركها من أجل عمل خيري، من أجل عمل تضامني. نعم. أمهات جمعية أمهات المختطفين والدور الذي تقوم به، هناك جمعيات وهناك تكتلات نسائية كبيرة تسعى وتتحرك، هذا هو ما يزعج الحوثيين. وأعتقد أن المجتمع الدولي ومنظماته جميعا، وخاصة بالطبع المنظمات المعنية بحقوق الإنسان وحقوق المرأة، أن تتحرك الآن من أجل وقف هذه الانتهاكات ومن نعم. أجل مد يد العون للمرأة اليمنية الباطلة البطلة الصامدة الشجاعة. نعم الشيخ عصام، بالعودة إليك، يعني هل استطاعت هذه الميليشيا الإرهابية المتطرفة بعد أن استهجنت المرأة اليمنية والأم والأخت وأظهرتها بهذه الصورة المخزية وسوقتها للعالم على أنها تمارس هذه الأعمال المشينة، وبالتالي الهدف منه إسكات بعض الأخوات والأمهات التي كنا يخرجنا في مسيرات ومظاهرات في العاصمة صنعاء كآخر صوت، هل نجحت الميليشيا في إسكات هذا الصوت أم أن هذه الأفعال القبيحة التي مارستها هذه الميليشيا لن تنطلي على أبناء الشعب اليمني وبالتالي سيكون لها وقع وتأثير لدى مختلف التكوينات السياسية والقبيلة اليمنية التي تعتبر أن العار، يقولون النار ولا العار؟ يا أخي نحن يعني نعلم جميعا
أن مثل القضايا حتى وإن حصلت انحرافات في المجتمع يعني قضايا فرعية تحدث في كل يوم، يعني لديك حتى في بلد، يعني في أكثر البلاد محافظة في العالم تجد تحصل يعني قضايا دعارة وتحصل قضايا في كل مجتمع لديه بعض الانحراف في السلوك، لكن هذا لا يعني أن تحاول تسييس هذه القضايا وأن تحولها إلى مادة إعلامية تبتز بها أطراف سياسية. ما أزعج الحوثي وجماعته هي المظاهرات التي كانت تقودها بعض الأخوات هنا وهناك وتطالب من خلالها إما بزيارة ذويهم المعتقلين في سجون الميليشيات أو مطالبة بتحديد مسائر بعض المختطفين والمخفيين القسريا منذ سنوات. كذلك كانت آخر مظاهرة قادوها النساء الماجدات في حصر عندما تم اختطاف أحد الطالبات في منطقة حصر ولم يعثر إلا على الجاكيت وحقيبة المدرسة فقط. هذا يعني بدأ الناس يطالبوا أين بناتنا، هناك الآن يتم يعني اختطاف، لم يعني تقتصر ممارسات الميليشيات على اختطاف السياسيين واعتقال الإعلاميين والناشطين فقط أو من يسموهم بالمناصرين بين قوسين للتحالف العربي وما يسمونه عدوانا، لكن يعني ذهبوا إلى أبعد من ذلك بكثير. الآن هم يأخذوا بنات الناس ونساء الناس يأخذوهم ويختطفوهم، وإما أن تقبل هذه الفتاة أن يتم توظيفها والتواصل مع بعض الناشطين لكي يتم إسقاطهم عبر الخديعة بالاتصالات أو يتم تصوير بعض المقاطع لهؤلاء الفتيات وتهديدهم أمام أهلهم أمام أزواجهم أو غيره. يعني انظر إلى أي مدى وصلت بهم الخساسة والدناءة يعني للمستويات التي لم يمارسها نظام سياسي. نعم. لقد مر على اليمن يعني مختلف الأنظمة الشيوعية والشمولية والإسلامية والتسارية، لم يحدث أن تم ممارسة استخدام شرف المرأة وعرضها لتحقيق أغراض سياسية. أنا أستغرب في حقيقة الأمر، أين الأصوات الأممية وأين منظمات حقوق الإنسان وحقوق المرأة التي يعني ضجت الدنيا بالصراخ والزعيق ونسمعها يعني تضج الدنيا عندما يحدث قضية بسيطة؟ أين هذه المنظمات ونحن نشاهد الاختطافات وانتهاك الأعراض والقتل والإساءة للنساء وللأطفال كل يوم وللشيوخ؟ يعني وصلت إلى مرحلة، إلى أعتى مرحلة ممكن يصل لها بني آدم. نعم. مع أننا ضد أي جريمة في أي مكان، لكن يعني قتل 50 مصليا في نيوزيلندا وكل الناس أدانت وكل الناس، نحن كيمنيين نصبح كل يوم. نعم. يقتلون الحوثي كل يوم، يقتلنا ركعا وسجدا ونيامة ويقتلنا بآمنين ويخطف الناس ويعتقلهم وجعل الناس مشردين. أي أليس من يشردك من دارك ويقطع رزقك ويطردك من بيتك ويصادر أموالك، ألا يساوي من يقتل من يقطع رأسك ومن يقتلك ويزك روحك؟ أليس هذا قتل؟ وهذا أبشع من القتل، يقتلك حيا. لماذا لم نسمع أصوات لا مجلس الأمن ولا الأمم المتحدة؟ نحن اليوم فوق 100 يوم ونحن ننتظر من مجلس الأمن موقف حاسم فيما يتعلق باتفاقية السويد وتحديد وتوجيه أصابع الاتهام إلى من هو الطرف الذي بات يعني يصوم اليمانيين سوء العذاب. صحيح. ويقتلهم ويأخذ أرواحهم وأموالهم ويستحل نسائهم أخيرا. نعم. أين هذه الأصوات التي تدعي الحرية في العالم؟ نعم. طيب أعود لك أستاذة أسماء على عجالة، ما هي الإجراءات الكفيلة أو الممكنة لإقناع المجتمع الدولي أو المنظمات الدولية بأن هذه ميليشيا إرهابية متطرفة رجعية متخلفة دمرت كل شيء، يعني تقضي على كل شيء جميل داخل البلد؟ نعم، القوى الوطنية اليمنية يجب ألا تستسلم وألا تسلم بأن ما يفرضه المجتمع الدولي هو نهاية الطريق، وأن تواصل توثيق الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها ميليشيات الحوثيين وأن تقدمها إلى كل المنظمات الدولية وكل الأصوات الحرة في العالم من أجل مزيد من الإدانة لهذه التصرفات اللا إنسانية، من أجل مخاطبة العالم لكي يوحد نظرته إلى الإرهاب. بالفعل كما قال محدثك الكريم، الإرهاب كل واحد سواء ما ترتكبه يمين متطرف أو متطرفون في الغرب أو أصناف من البشر لم نعهدهم من قبل
قبل في عالمنا العربي والإسلامي الآن، سواء كان داعش أو القاعدة أو الآن ميليشيات الحوثيين، نعم، التي ترتكب كل هذه الجرائم تحت صمت العالم. نعم شيخ عصام، رسالة أخيرة في ختام هذا اللقاء توجهها، وإلى أين يتجه اليمن في هذا الصمت المخزي اتجاه ما يعاني أبناء الشعب اليمني من هذه الميليشيا الإرهابية المضطربة؟ اليمن الآن يقف أمام مفترق طريق. لن يخرج اليمن من هذا، من عنق الزجاجة، ولن يغادر هذا الطريق النفق الذي دخل فيه ما لم يتوحد أبناء اليمن والقوة مختلف القوى السياسية. نعم. إذا لم نترك خلفنا النزاع السياسي وتاريخ 2011 و2017 وديسمبر ونوفمبر وأكتوبر، إذا لم نغادر هذه المربعات الضيقة ونتجه إلى الالتفاف الجماهيري حول مشروع وطني هدفه الأوحد والوحيد القضاء على هذه السلالة العفنة وعلى هذا القدر الذي جاء من خلف وغابر التاريخ ومن الكهوف لكي يحكم 80. رسالتي الأخيرة لعبد الملك العودي: لن تحكم اليمن، لن تحكمنا لو لم تبقى فينا قطرة دم. نعم. لن تحكمنا يا عبد الملك العودي، أنت وعصابتك. أشكرك إذن الشيخ المناضل عصام هبة الله شريم، عضو مجلس الشورى، كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. والشكر موصول أيضا للأستاذة أسماء الحسيني، نائب رئيس تحرير صحيفة الأهرام المصرية، شكرا جزيلا لك. ولم يبقى معنا في نهاية هذه الحلقة سوى مقال للدكتور ياسين سعيد عمان، حمل عنوان ائتلاف الضرورة، الحامل السياسي وتدهور الخطاب. إلى اللقاء. مع تطول الأزمة اليمنية ودخولها العام الخامس منذ أن سيطرت الميليشيات الحوثي على صنعاء وانقلبت على الشرعية الدستورية والتوافق الوطني في خريف عام 2014، أخذ الوضع السياسي المقاوم للانقلاب يتفكك بخطاب محتقم باليأس والتشكيك والملاعنة. هذا الخطاب منقسم على نفسه، وهو وإن بدأ أنه تعبيرا عن حالة من التراجع المعنوي الذي رتبته أمور عديدة كتلك التي بدت مغايرة لما كان يجب أن يكون عليه وضع الائتلاف الذي تسطى ويتسطى للانقلاب العنصري الغادر، إلا أننا يمكن أن نقرأ من بين ثناياه عددا من الأفكار التي يجب إعادة بنائها بشكل هادئ بعيدا عن الانفعال أو التحدي المناقضين لصخب هذا الخطاب وما يحدثه من تفكيك وإرباك على كل الأصعدة. وبداية لابد من التأكيد على أننا أمام أزمة مركبة بأبعاد سياسية اجتماعية تم جرها إلى الوضع الذي غدت فيه أزمة وطنية بمضمون يتداخل ويتشابك بقوة مع المشروع الطائفي الذي صمم بموجب استراتيجية إيرانية هدفها دفع المنطقة برمتها إلى كارثة الانقسام الطائفي بما يرتب ذلك من صراعات وحروب داخلية لا تنتهي. بعد هذه السنوات من المواجهة يطرح السؤال الأول الجوهري، وهو لماذا استطاع الحوثيون إعادة صياغة معادلة الصراع لتلتحم بالمشروع الطائفي الإيراني على نحو لا يترك أي إمكانية لحل سلمي يستعيد المشروع الوطني لبناء الدولة؟ للإجابة على هذا السؤال لا بد من التطرق إلى جملة العوامل التي أبقت الوضع في حالة من المراوحة التي كرست استقطاب الأزمة في إطار هذا المشروع الطائفي اتساقا مع ما يسعى الانقلابيون إلى تحقيقه من نتائج. فالحوثيون يعتمدون في سيطرتهم على ما تحت أيديهم من البلاد على عدد من العوامل الأساسية: القمع وحملات البطش والتصفية في الجزء الذي يسيطرون عليه من البلاد وخاصة المناطق الحية تعز، البيضاء، الجوف، دمت، الحقب، الحشا، وأخيرا حجور، مع كل ما قدمه رجالها ونسائها من بطولات هي مثال على ذلك. ويتجه الحوثيون في نفس الوقت إلى إشعال الفتن والصراعات بين القبائل وتزويد أطراف الصراع بالسلاح والمال، وهي سياسة قديمة لشغل الناس وإلهائهم واللجوء إليهم لحل النزاعات. تدافع عوامل الانقسام الطائفي الذي تقود إيران في المنطقة لتشكيل حالة من الاستقطاب المتجاوز لحدود الجغرافيا السياسية جعل من الحوثيين امتدادا ديناميا لهذا المشروع، حيث بات الدعم المادي والمعنوي الذي يتلقونه من البؤر التي تعمل على نحو طائفي ضمن المشروع الإيراني في المنطقة عنوانا لإرادة لا يجوز أن تنكسر على حد تعبير أحد منظريهم. استمرار حالة لا حرب ولا سلم مع قدر من المواجهات هنا وهناك والتي تشتد حينا وتخفت حينا آخر، واستخدامها من قبلهم للتضليل الداخلي ومواصلة التعبئة
لمواجهة العدوان بتعبيرهم، بما يوفره لها ذلك من مناخ لتكريس باستخدام عامل الزمن كأحد محددات كسر الناس وتطبيع الانقلاب في هذا الجزء من البلاد الذي يقع تحت أيديهم. التناقضات التي تعيشها الجبهة الواسعة من القوى التي ائتلفت لمقاومة الانقلاب وسعادة الدولة وأخفقت في إيجاد الحامل السياسي للمقاومة كإسناد طبيعي للشرعية التي تجسد السلطة المعترف بها داخليا وخارجيا. الجانب الإنساني المتدهور والذي أخذ يوظف على نحو منافق لدفع المجتمع الدولي للضغط بقبول الانقلاب كأمر واقع يكون من نتيجته تسوية يخرج منها الانقلابيون وقد حققوا مشروعهم الطائفي، تداخل جملة من العوامل التي لا يمكن إهمالها حينما يتعين أن ننظر إلى الخارطة السياسية للمشكلات التي رتبتها سنوات من حكم نظام كان سببا في تكسير المشروع الوطني على النحو الذي أنتج أكثر من مشكلة في آن واحد. تشوش الرؤية من مخاطر المشروع الإيراني في المنطقة بسبب الخلافات التي عمت المنطقة، وهو ما ترك آثارا سلبية على الجهد الذي كان يجب أن ينتهي بصياغة استراتيجية واضحة لحماية الدولة الوطنية على صعيد المنطقة وتطويرها بما يؤسس لتكامل سياسي واقتصادي وأمني يحمي مصالح شعوبها ويحافظ على ثرواتها ومقدراتها وأمنها الجيوسياسي. إن العامل الأشد تأثيرا من بين جملة هذه العوامل هو ذلك المتعلق بالتناقضات التي تعيشها الجبهة الواسعة من ائتلاف القوى التي قدر لها أن تتحمل مسؤولية مواجهة الانقلاب والتصدي لهذا المشروع. لسنا بحاجة إلى القول إن هذه التناقضات قد وصلت في المرحلة الراهنة إلى درجة ملحوظة من الخطورة التي لابد من التوقف أمامها بشيء من المصداقية لبحث أسبابها والإجابة على أسئلة هي من صميم إصلاح هذا الوضع وتجاوز إشكالياته. لا يكفي أن نواصل لعن وشتم هذا الحال والتنديد به دون الخوض بجدية في تدارس الأسباب الحقيقية التي أدت إليه، كما أن البحث عن ضحية كما قلنا أكثر من مرة لن يغير من الأمر شيئا سوى أننا نكرر السير في الطريق الذي تعودناه حينما تشتكل علينا الأمور وتتعقد. فبدلا من تفكيك المشكلة لمعرفة أسبابها الذاتية والموضوعية فإننا نختار أقرب سائلة لنرمي فيها أوجاعنا وهممنا. نحن أمام وضع يطرح أمامنا أكثر من سؤال، فإلى جانب السؤال السابق يبرز سؤال آخر مكمل له، وهو هل هناك من يعتقد أن الحوثيين سيوافقون على عقد سلام ينهي انقلابهم ويمنع قيام الدولة الطائفية التي يسعون إليها دون تغييرات جوهرية على الأرض؟ الإجابة بكل وضوح هي لا، إذا لم يتغير الوضع على الأرض وهو الوضع الذي صنعوه بالقوة. الحوثيون يعملون على مستويين، السيطرة الكاملة أو الدولة الطائفية التي ستشكل بالنسبة لهم خيار التفاوض فيما لو بقيت الأوضاع على ما هي عليه. المستويين أحلاهما مرة، وهذا يعني أنه لا خيار أمام قوى هذا الائتلاف الوطني لاستعادة بلدهم ودولتهم ومستقبلهم سوى أن يتمسكوا بهذا الائتلاف الواسع مع كل ما يعتوره من إشكاليات والنظر بجدية فيما يمكن إصلاحه من إعطاب في آليات عمله وإكسابه ديناميات الفعل القادر على إنتاج شروط أفضل للعمل. إن الخطاب الراهن يشوش المشهد بأكمله ولا يسمح بالبحث الجاد في إصلاح الخلل بعيدا عن الحسابات الجاهزة والمواقف المعززة بالانحيازات السياسية المجردة، ومع ما يرافق ذلك من دوافع لتحويل الصراع الرئيسي إلى صراعات جانبية فإنه لا يدل في أحسن الأحوال على إدراك حقيقي للتداعيات التي سينتهي إليها الحال في حالة استمراره على هذا النحو. لقد بات هذا الخطاب على ما به في كثير من الأحيان من حنق وحرص وغيرة مثار قلق، فمن شأنه أن يفضي إلى تكريس حالة اليأس وتبيتها في الوعي الاجتماعي كأحد شروط تطبيع الانقلاب، والذي سيؤدي بالنتيجة إلى تكريس خيارات للحل تضع اليمن على مسار لن يفضي بها إلا المزيد من الاضطرابات وعدم الاستقرار.